صوره ساهر لا تدق يا ربي الشيري احبك يا سعد يا صوره ساهر تربع البرام صور صور تهدي ليه خلصنا روح سالم لو حطها حط بيجي هدف يقعد يتفقعص ما حد ذا الخاتم الله يلعنه يلعن خاتم والله كذا شكلها زعلان لو بس كذا حط حطه بس والله العظيم زي السلام عليكم بيتغير المباراة تغير رتمه ونفوز مباراة بين من ومن استوديو هولندا هولندا شوف حسرتي انا 20 كيلو اللي قطعناها ليه هولندا هي ولا ده والكشخ ادعوا مرحبا والله يا اهل السناب رحنا في ذا المكان الزين اللي مدنا له ابو علي يقول مجمع كافيهات جميل جدا انا والشباب مرحبا يا محمد يا مرحبتين مرحبا يا ابن شعفول هذا ورع فول يا شيء رسمي مرحبا والله الله يبقيها طيبي اتكلم مصري ازيك يا برنس خلاص شوف التواضع شوف التواضع يا سعد ما شاء الله تبارك الله على التواضع اصبر 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 ايش يقول ايش قال لكم؟ يقول صورة ثانية يقول صورة ثانية عرض صاروخ كبعد انا وين اللي علينا بالخير قلنا نلعب بولينج ونستانس هذا السعنوني صور معنا هذا سعد نلعب لو سألت عن سر نجاح طبعا قاعدين نعيش فترة نقاهة بدون تصوير كثرة سنابات اقول لكم توني ادري بهاج عند اخوة لما نتعرف على بعض كان هذا وين جابه حلو العقرشة يا ربي
الشباب بما اني لقيت اضاءه قلت اجي اسلم عليكم واقول اني مره مره احبكم واني سعيد جدا بوجودكم في حياتي. راح يجعلني اخذ بينكم واحد واحد. ذكرت البدريات، ذكرت السمرات، ذكرت يا عزيزين الهوى. ترى الدرس ما بكملنا عبد الله، لازم نكمل. والله لا ما نكمل. يا مرحبا، هذا الشباب وهذا سعد الشهري وهذا بس الحب وهذا ابو ظهير خريج التوقيف ونشار على الارض. الله يجعلني هدى. ارحب يا ابو سعيد، يا مرحبتين. يلا حي لجد ذكريات. الله لجد ذكريات. الله عبد الرحمن يا اخي، ما شاء الله ضوهم كيوت يعني، ما تشبه بضو. لا لكن يلا شبي، يلا شبي بليز. امانه شبي، امانه سكر البقاله، سكر البقاله. بيض الله وجهك، بيض الله، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. ازيك عم يا سعد؟ مرحب مرحب. انا والله عامل ايه يا عم سعد؟ والله تمام. ازيك انت؟ انت من بورسعيد ولا من اسكندرين؟ من القاهره. من القاهره.